حاجات غاليه بس نبغى حاجات ثمن. هذه جمع كل اليوم غنهضروا على المشكل اللي كان في الخط ديال تغازوت اورير اللي هو واحد المشكل ماشي ديال وليد الصدفه يعني وليد اللحظه يعني كان هذا المشكل من سنين ديما ملي كيجي الصيف كيكون هنا واحد المشكل هو انه الناس ما كيلقاوش ترونسبور اللي يديهم والمشكل جاي من انه كاين الزحام ولومبوتياج في الطريق يعني الا بغيتي تمشي لتغازوت من اكادير خصك واحد ساعتين ولا ساعتين ونص باش توصل وفي العشيه كذلك خصك نفس المده لبغيتي ترجع وزيادة على ذلك كاين المشكل ديال التعريفة اللي النقابة ديال مدينة أكادير كينادي على هذا المشكل باش يتحل لأنه ما يمكنش واحد الخط فيه 25 كيلومتر دي بعشرة دراهم يعني هذا الطريفة قديمة يعني من سنين ملي كانت المازوت تقريبا 6-7 دراهم يعني دابا المازوت 12 درهم وباقي نفس الطريفة يعني ما يمكنش بأنه تبقى واحد السائق الا قلتي ليه دي واحد مثلا 60 درهم للتغازوت وترجع يعني انت غتاكل فيها تقريبا واحد 55 درهم ديال المازوت يعني ما مخرجوش الحساب ما يمشيش ليك لذاك لالين هو عارفه بانه راه ما مخرجوش الحساب والطاكسي راه تابع لا روسي تابع المصاريف الغازوال والقوت اليومي ديالو يعني واحد المعادله يعني ما مفهوماش يعني ما غتخرجوش في الاخر يعني في الصيف يعني كيكون الازدحام يعني ازدحام بزاف يعني ما يمكنش واحد المسافه تقطع فيها واحد المده طويله يعني من الباطوار لتغازوت خصك ساعتين ديال المكانه يعني في الايام العاديه كدير فيها واحد 25 دقيقه يعني ما كتوصلش في هذيك المده يعني كتضاعف المده واحد 5 د المرات داكشي علاش الاخوان ما كيمشيوش لذاك الخط لا ما كيلقاوش الطاكسيات وقلت لك هذا هو المشكل علاش ما كيلقاوش الطاكسيات يعني كون كانت التعريفه ولا داروا شي خط اخر يعني ينفس الطريق الوطني يعني ما يكونش هذا المشكل هذا اللي واقعين فيه الناس دابا هذا مطلب ربما كل سنه تيتعاود لا كل سنه من سنين يعني نقول لك من 5 سنين 6 سنين يعني قبل ما يتعاود الهيكله ديال مدينه اكادير هذا المطلب كان في مدينه اكادير لا قبل المشاريع الملكيه وقبل من التهيئه يعني ما تخدش بعين الاعتبار يعني كما كتشوف يعني الطاكسي في هذه المشاريع اللي كاينين في اكادير يعني بواحد النسبه بحال قلتي مقصيه يعني بحال المحطات كتشوفهم منقصوا فيهم بزاف وبزاف د الحوايج يعني ماشي من غير طرقان ولا كما كتشوف الزبناء خصهم يتفهموا الوضعيه ديال السائق ويتفهموا بانه راه ما يمكنش تضرب واحد المسافه وانت عارف بانه ذاك الحساب ما مخرجكش يعني كما هو غيشوف راسو الا كان سائق مهني وغتحطو في ذاك الموقف يعني يشوف من ذاك المنطق ماشي من منطق كازابون خصو غير يوصل يعني الزبون خصو غير يوصل هو ما كيعرفش ليك راه مخرجك الحساب ما مخرجكش الطريفه ناقصه ما ناقصاش هذا هو المشكل دابا اللي كاين هنا في المحطه ديال الباطوار في الخطين ديال تغازوت اورير يعني الخط ديال انزا ما فيهش المشكل حيت كما كتشوف راه الطاكسيات موجودين حيت راه ما فيهش المشكل ديال التعريفه وما كنكونش فيه لومبوتياج بزاف المشكل تغازوت يقات المونتياج يغطفتي تزيك الصباح يغدي توري تدكات ورا التفات ما غادي تزرايت المشكله الطاكسي ارغيس البونتياج اللي تقاس 6 كيلومتر حتى 7 كيلومتر ديال البوتياج اللي غتجي برميان من تغازوت حتى لكادي حتى لوريف حتى تفوت وريف برميان راه ما والله ما تبقى في تغازوت بلا ما تخرج هذا هو المشكل ديال تغازوت الكونسوماسيون كتزاد ليك 3 لتر ديال المازوت 4 لتر اللي كتزاد ليك في ذاك البونتياج حتى 5 لتر ديال المازوت على حسب الطريق كي دايره دابا السبت والحد راه عندنا مشكل تما السبت والحد دابا الوقت الاثنين والثلاث والاربع الوقت اللي كيكون سميتو كتكون مرخفه ماشي ما فيهش بزاف في المونتياج سميتو عيسى مسؤولين يشوفوا الحل القنطره ديال الواد فين مشات ديال الخرجه ديال اورير فين مشات القنطره اللي غاديه ديريكت لتمرخت فين مشات هذا هو المشكل ديال اورير Thank you.